السماع ومشاهدة الأغاني من الراديو أو التلفزيون حرام في الإسلام في بعض الأوقات من ليل أو نهار، أفيدونا أفادكم الله. نعم، سماع الأغاني والملاهي حرام في الإسلام، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يشتري له الحرير إلا عن سبيل الله وله الحريق على أكثر العلماء إلا هو غنى. ويضاف إليه أيضا أصوات الملاهي كالطنبور والعود كمان وشبه ذلك، هي كلها تصد على سبيل الله وتقسي القلوب وتنفضها. وقال الرب عز وجل أن ذلك من أسباب الضلال والإضلال، من أسباب إشكال العبد عن سماع كتاب الله. والطلب إذا أمر بالأغاني وكثر سماعه لها فإنها تصد عن الحق وتصد له أضرارا خطيرة وتشاغل عن طاعة الله ورسوله وعن سماع القرآن والمواعظ. حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الغنى يبت النفاق في القلب كما يبت الماء على الجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أمتي أقوام يستحلون الشراب والحليب وفرق النعاس. أخبر أنه يكون في آخر الزمن قوم يستحلون النعاس وهي محرمة، والنعاس في الأغاني وآلات اللغو. الله المستعان.